السلام عليكم ورحمة الله، طلاب الصف الثاني الإعدادي. هنتكلم مع بعض عن الوحدة الأولى، هي خيرات وطننا العربي، ودرسنا الأول الزراعة في الوطن العربي. طبعا الزراعة أهمية كبيرة في حياتنا، وده لأن الزراعة هي اللي ساعدت الإنسان على حياة الاستقرار. بعد ما كانت حياته عبارة عن حياة تنقل وترحال، استقر الإنسان بجانب زراعته، وده لأن الزراعة محتاجة إلى رعاية بصفة مستمرة. علشان كده لما استقر بجانب الزراعة ابتدى يبني الحضارات العريقة، زي مثلا الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد ما بين النهرين، أو اللي هي بلاد العراق القديم. الحضارة المصرية القديمة قامت على ضفاف نهر النيل، ونهر النيل هو ساعد الإنسان على تعلم الزراعة. كذلك حضارة بلاد ما بين النهرين قامت على ضفاف نهري دجلة والفرات اللي موجودين في العراق، واللي ساعدوا برضو الإنسان على تعلم الزراعة. علشان كده احنا بنطلق على هذه الحضارات حضارات زراعية. يا ترى بقى ايه العوامل اللي ساعدت على قيام الزراعة في الوطن العربي؟ هنا ممكن نقول سؤال، ممكن نقول بما تفسر قيام الزراعة في الوطن العربي؟ الزراعة في الوطن العربي قامت نتيجة لوجود العديد من العوامل، سواء كانت عوامل طبيعية يعني من خلق الله، أو عوامل بشرية يعني الإنسان هو اللي صنعها. معنى كده ان احنا هنقسم العوامل اللي ساعدت على قيام النشاط الزراعي الى عوامل طبيعية وعوامل بشرية. طب يا ترى العوامل الطبيعية اللي ساعدت على قيام الزراعة هي ايه؟ المياه، وطبعا المياه دي لازم تكون عذبة، وتربة خصبة، ومناخ متنوع. اما العوامل البشرية فنلاقيها متمثلة في الايدي العاملة ورأس المال و السوق. تعالوا بقى نتكلم على العوامل دي بشكل تفصيلي شوية. أول حاجة العوامل الطبيعية، أول حاجة فيها هي موارد المياه العذبة. يا ترى احنا الوطن العربي عندنا في موارد مياه عذبة؟ طبعا موارد المياه العذبة هي من أهم العوامل الطبيعية لقيام الزراعة، والوطن العربي يمتلك موارد مائية متنوعة. الموارد المائية العذبة اللي موجودة في الوطن العربي بتشمل 3 حاجات: الأمطار، والمياه السطحية، والمياه الجوفية. يعني ايه الأمطار؟ المطر اللي بيسقط. طب المطر بيسقط فين؟ احنا عرفنا من الترم الأول ان الوطن العربي بتسقط فيه الأمطار يا إما في المناطق الشمالية، وده لأنها بتقع ضمن إقليم البحر المتوسط، أو في المناطق الجنوبية، وده لأنها بتقع في الإقليم المداري. طيب بالنسبة للمياه السطحية، المياه السطحية متمثلة في الأنهار زي نهر النيل في مصر والسودان، ونهر دجلة والفرات في العراق. كمان من المياه السطحية هي البحيرات، البحيرات العذبة زي بحيرة ناصر في مصر. أما تالت حاجة بقى فهي المياه الجوفية. المياه الجوفية طبعا دي المياه الموجودة في باطن الأرض، واللي بنستخرجها عن طريق العيون والآبار. ده بالنسبة لموارد المياه. تاني حاجة من العوامل الطبيعية وهي التربة. وطننا العربي بيتميز بوجود تربة خصبة. طبعا التربة الخصبة دي بتتكون على جوانب الأنهار، اللي هي بنقول عليها السهول الفيضية، اللي تكونت نتيجة ترسيب الأنهار للمواد الطينية العالقة بمياهها. طيب ناخد مثال للأنهار اللي على ضفافها تكونت التربة الخصبة: نهر النيل في مصر والسودان، ونهر دجلة والفرات في العراق، ونهري جوبا وشبيلي في الصومال. طبعا دي أمثلة للتربة الخصبة. أما تالت عامل من العوامل الطبيعية
اللي ساعدت على قيام النشاط الزراعي في الوطن العربي فهو المناخ اللي بيتميز بالتنوع. طبعا مناخ الوطن العربي بيتميز بالتنوع، عندنا اكتر من اقليم مناخي زي ما خدنا في الترم الاول، اقليم البحر المتوسط، اقليم صحراوي، والاقليم المداري. تنوع المناخ في الوطن العربي ساعد على انتاج محاصيل متنوعة وتحقيق التبادل المتكامل بين الدول العربية في المحاصيل الزراعية. كل مناخ بينتج محصول معين، فابتدت الدول العربية تتبادل هذه المحاصيل، فأدى إلى حدوث تكامل أو تبادل متكامل إيه ما بينهم. ثانيا هنتكلم عن العوامل البشرية اللي ساعدت على قيام النشاط الزراعي في الوطن العربي، وأول عامل من هذه العوامل البشرية هو الأيدي العاملة. الوطن العربي بيمتلك ثروة بشرية في جميع المجالات خاصة في مجال الزراعة، والدليل على كده هو وجود أيدي عاملة مدربة على مستوى عالي من الخبرة والكفاءة. طيب، العامل رقم 2 من العوامل البشرية هو رأس المال، وعلشان يكون موجود عندي زراعة، الزراعة دي بتتطلب توافر رؤوس الأموال. طب لو قلنا ليه، أو لو قلنا كده سؤال بما تفسر يتطلب قيام الزراعة توافر رؤوس الأموال، طبعا هستخدم رؤوس الأموال دي في قيام العديد من المشروعات الزراعية. المشروعات الزراعية زي مشاريع الري، حفر الترع، شراء الآلات، البذور، وهكذا. دول الوطن العربي أو بعض الدول العربية بنقول إنها بتمتلك رؤوس أموال مثل دول الخليج. طبعا الدول اللي بتمتلك رؤوس أموال بتقوم بتمويل المشروعات الزراعية في الوطن العربي حتى في الدول الأخرى التي إيه بتعاني من نقص في رؤوس الأموال. العامل الثالث من العوامل البشرية لقيام النشاط الزراعي هو السوق. طبعا المقصود هنا بالسوق هو الطلب على المنتجات الزراعية. طبعا الطلب على المنتجات الزراعية ده بيزداد مع زيادة السكان في الوطن العربي وارتفاع مستوى المعيشة، ونتيجة لزيادة الطلب على المنتجات الزراعية فالدول قامت بالتوسع في النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج عشان طبعا تلبي أو توفر احتياجات السكان. كمان العمل على تحسين المنتجات الزراعية لتنافس غيرها من المنتجات. يبقى هنا لو قلنا ما النتائج المترتبة على زيادة السكان في الوطن العربي، إجابتنا هتكون زيادة الطلب على المنتجات الزراعية والتوسع في النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج والعمل على تحسين المنتجات الزراعية لتنافس غيرها من المنتجات. هنا عندنا سؤال، أين توجد الزراعة في الوطن العربي؟ هنلاقي إن مناطق توطن الزراعة في الوطن العربي نقدر نقسمها لثلاث حاجات. الثلاث حاجات دول على حسب المياه المستخدمة في الزراعة، بمعنى إن أنا هقسم المناطق دي إلى مناطق تعتمد على مياه الأمطار، ومناطق تعتمد على الري من مياه الأنهار، ومناطق تعتمد على المياه الجوفية. المناطق اللي بتعتمد على مياه الأمطار زي الأجزاء الشمالية للوطن العربي اللي هو إقليم البحر المتوسط، أو اليمن وجنوب الصومال وجنوب موريتانيا، ودي اللي بنقول عليها الإقليم المداري، ودي مناطق بتسقط فيها الأمطار علشان كده هي بنقول عليها بتعتمد في الزراعة على مياه الأمطار. أما عندنا بقى في مناطق بتعتمد على الري من الأنهار، زي المناطق اللي بتبقى موجودة على جوانب الأنهار زي نهر النيل في مصر والسودان، ونهري دجلة والفرات في العراق. طبعا دي مناطق فيضية تربتها خصبة بتعتمد على الزراعة من مياه الأنهار. أما المناطق التالتة فهي اللي بتعتمد على المياه الجوفية،
والمياه الجوفية زي ما احنا عارفين بتبقى موجودة في المناطق الصحراوية زي الواحات في مصر، زي واحة الداخلة والخارجة في مصر. تعالوا بقى مع بعض كده نشوف ايه هي أهمية الزراعة في الوطن العربي. يعني لو جالي سؤال بيقول بما تفسر للزراعة أهمية كبيرة في الوطن العربي؟ أهمية الزراعة دي متمثلة في أنها تمد السكان باحتياجاتهم من المواد الغذائية المختلفة، يعني هي بتوفر لنا المواد الغذائية من خلال طبعا المحاصيل اللي بتنتجها. تاني حاجة توفر فرص عمل لسكان الوطن العربي، حيث يمارس حوالي نصف سكان الوطن العربي حرفة الزراعة، يبقى بتوفر فرص عمل كبيرة للسكان. كمان توفر رؤوس الأموال التي تستخدم في إنشاء العديد من المشروعات. رؤوس الأموال اللي بتنتج عن الزراعة الدولة بتستخدمها أو الدول العربية بتستخدمها في إنشاء عديد من المشروعات. كمان توفر المواد الخام اللازمة للصناعة. في محاصيل بنسميها المحاصيل الصناعية زي القطن مثلا، ده بيدخل في صناعة الغزل والنسيج، زي قصب السكر بيدخل في صناعة السكر، زي الخضروات والفاكهة اللي بتدخل في صناعة حفظ وتعليب الخضروات والفاكهة. دي أهمية الزراعة في الوطن العربي. بالرغم من وجود أهمية كبيرة للزراعة في الوطن العربي، لكن الزراعة بتعاني من عدة مشكلات. الزراعة في الوطن العربي بتعاني من أول حاجة تذبذب الإنتاج الزراعي، وده بسبب اعتماد الزراعة في معظم الوطن العربي على الأمطار، وطبعا الأمطار غير ثابتة، فبالتالي الإنتاج بيكون غير ثابت. عندي المناطق الشمالية في الوطن العربي والمناطق الجنوبية اللي هو إقليم البحر المتوسط أو إقليم المداري، بنلاقيهم بيعتمدوا في الزراعة على الأمطار، والأمطار بما إنها بتكون غير ثابتة، حاجة مش احنا مش متحكمين فيها، فبالتالي الإنتاج الزراعي بيكون متذبذب. تاني مشكلة هي عدم استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة، إن في أراضي كتير في الوطن العربي صالحة للزراعة ولكنها غير مستغلة. تالت مشكلة تعاني منها الزراعة في الوطن العربي هي قلة استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة، ما زالت لسه بتنتشر في أماكن كثيرة الزراعة البدائية، ما بيعتمدوش على التكنولوجيا. رابع مشكلة هي مشكلة التصحر اللي بتهدد الزراعة في الوطن العربي. كلمة التصحر معناها هي تناقص قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي أو تدهورها تدهورا. يا ترى إيه الأسباب اللي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، مشكلة التصحر؟ بنقسم أسباب حدوث التصحر ده لحاجتين، أسباب طبيعية وأسباب غير طبيعية، أو بنقول أسباب بشرية. الأسباب الطبيعية اللي بتؤدي إلى حدوث التصحر في الوطن العربي هو تفاوت كمية المطر وزحف الرمال. أما الأسباب البشرية زي قطع الأشجار والرعي الجائر والإفراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة.